السجن بأعمالي صوابي والأبصار. يا ليت مريم تنجفع الفغارة وتهد مبنى السجن وتفك الأسوار. قصيدة كلمات السجين الشاعر أبو هلال فيصل قاسم الحشائي أرسلها من السجن حيث هو سجين هو والده، ومهدى هذا القصيدة لشقيقة رياض قاسم الحشائي ولا كل من يهمها الأمر. يلحنها فايز أبو شمس عزفة أبو خل عبد الفرحان ويقحى زبيت فرحان مع فيها تسهيلات الفايز دمع. سؤالا تجارا
شعرت ذكر يا مرسلي قم شل الافضل عباره شمس على هاتف 721-69-490 أو 711-1-5-0-4-9-0.